22 رقم 22 يا شباب. انا بقى الحقيقه شايل هم السكه الحديد، مش عارف ليه، يمكن عشان كنت بركبها زمان لما كانت كويسه، دلوقتي صعب جدا الواحد يركب السكه الحديد، انها ودي معاناه الناس يا عيني، الملايين من المصريين. واحنا فلاحين بنروح الارياف فمحتاجين سكه حديد يعني. صحيح. فاللي احنا الخط بيه ده يرخص خط اختار الصعيد. اختار الصعيد ده اللي هو بيفوت في كوبري امبابه، فوق كوبري امبابه، خط السكه الحديد الوحيد اللي في القاهره اللي بينتقل من الضفه الشرقيه للضفه الغربيه. بياخد بقى المسافرين من محطه نصر وينقلهم الضفه الغربيه ويخش على الصعيد كله. هذا كوبري عمره 100 سنه وعلى وشك الانهيار، لانه ما فيش صيانه، لانه ما فيش صيانه عموما في السكه الحديد نتيجه للفقر الاميبيا بتاع الانيميا بتاعتهم في المصاريف. فده هيسمح لنا في اطار الفلوس اللي احنا هنقدر نوفرها ونصرفها ان احنا نعمل كوبري جديد. كوبري جديد ده ممكن يبقى للقطر وكذلك للسكه الحديد اذا كان دورين. عندي صور بقى لهذا كوبري في 23 رقم 23 يا شباب. انا رحت وعينته عشان اشوفه، ده يعني عمره تقريبا زي كوبري ابو العلا اللي هو تم اللي شالوه دلوقتي، لانه 100 سنه بالعنايه بتاعتنا كافيه جدا الكوبري يبقى. فعينته واهو كوبري فيه 6 بيرس والسكه الحديد اللي بعديها بقى 24 لو سمحت، عبارة عن دور تحتاني ودور فوقاني. التحتاني عبارة ده موجود اوريدي يعني، موجود ده مش هيكلف. ده بتاع الصعيد، وتحتاني فيه القطر وطريق عربيات رايح جاي وان لي، وفوق طريق مشاة. اللي بعديها بقى ده بيوضح اكتر، الطريق التحتاني ده اللي هو هيمشي عليه القطر في النص والطريق الرايح والجاي. ده طريق الصعيد، ده طريق الصعيد كله يعني، ده لو جرالوا حاجه ده طريق الصعيد وعليه توك توك اهو يا جماعه، يعني عشان اهو كويس والله مخالفه اهي. طريق الصعيد كمان التكاتك ماشيه عليه رايح جاي. لا لسه حضرتك لسه ده. كمان اللي بعديها بقى 26 ده قطر الصعيد جاي، حضرتك واخده بالك ماشي على الشمال اهو. طبعا، لانه الجليز اللي عاملينه. ف ده داخل بقى على ايه، محطه نصر، داخل على القاهره كده. ونجيب اللي بعديها، ده بقى المدخل بتاع الكوبري، وفوق السلالم تطلع للمشاة فوق، للمشاة والتكاتك اهي، والحالة بتاعته زي ما حضرتك شايفة كده مزرية، يعني حالته مزرية ينهار يعني. وبعدين يحصل حوادث والناس تموت ويحصل اصابات، لو قطعت خط الصعيد ده ونرجع نقول مصيبة يعني، ما تقدرش. وي كانت افورد. سابعا بقى تشالنج للسكه الحديد وتعاونها مع المترو، هما الاثنين لهم نفس القضبان، نفس عرض القضبان ستاندرد، بس واحد بيمشي بالكهرباء اللي هو المترو والتاني بيمشي بالديزل. ده تشالنج بقى، هل نقدر نعمل قضيب واحد للقطر مع المترو؟ هما بقى ده تشالنج يعني ممكن انهم يفكروا فيه. ده هيوفر بس مش منامل. صعب يعني، ممكن يتعمل لو هم ممكن يتعمل. ما كانش يبقى هنضطر نعمل مثلا الكوبري الجديد، هيبقى دور تحتاني.